نبدأ هذا المساء ندوتنا بعنوان مئوية منظمة العمل الدولية ومفهوم مستقبل العمل القراءة في مستقبل الاقتصاد وأثره على الوظائف. قبل ذلك، قبل أن نعطي المحاضرين الكريمين يتحدثون، نبدأ عن منظمة العمل الدولية. منظمة العمل الدولية منظمة هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، جاءت بعد نتائج الحرب العالمية الثانية الأولى وتأثرت بعدد من التغيرات والإضرابات على مدى عقود 3 سنوات، وتعتمد على أنها ركيزة دستورية أساسية، وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية. حددت منظمة العمل الدولية العلامات المميزة للمجتمع الصناعي، مثل تحديد ساعات العمل في 8 ساعات وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. وفي عام 1969 تلقت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات والسعي من قبل العدالة للعاملين وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى. كما قد قامت منظمة العمل الدولية بتسجيل شكاوي ضد الكيانات التي تنتهك وتخالف القواعد الدولية، ومع ذلك فهي لا تفرض عقوبات على الحكومات. في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحضور كبار المسؤولين الأمميين، احتفلت منظمة العمل الدولية بمرور عام على إنشاء في عقاب الحرب العالمية الأولى. فبعد أن طالب عمال العالم بمعاملة عادلة وكرامة في العمل وأجور مناسبة وتحديد يوم العمل ب8 ساعات وحرية تكوين الجمعيات، أدركت دول العالم ضرورة التعاون لتحقيق ذلك، ومن ثم أبصرت منظمة العمل الدولية النور. المنظمة التي أنشأت قبل قرن من الزمن أكدت في الكلمات الأولى من دستورها مبدأ يتردد صداه حتى اليوم، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، وهو أن لا يمكن إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا كان يستند إلى العدالة الاجتماعية. وقبل أن أعطي الكلمة للمحاضر الدكتور مندر، نبدأ بسيطة عن السيرة الذاتية. الدكتور مندر الخور دكتوراه في العلاقات الدولية، متخصص في الشؤون الاستراتيجية، عضو مؤسس في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، يعمل حاليا مستشارا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. فمتحدثنا الأولي بيكون الدكتور مندر، ومتحدث الثاني بيكون الأستاذ يحيى المخرخ، سوف يتحدث عن تطبيق الأتمتة والرقمية والأدوات التي تستخدمها وتأثيرها على العمالة والاقتصاد. تفضل الدكتور، لك الكلمة. شكرا جزيلا، وشكرا إلى الجمعية، جمعية المنبر الديمقراطي، على هذه الاستضافة. مساء الخير جميعا. في الواقع سوف نتحدث عن مئوية منظمة العمل الدولية اللي تفضل الأخ الكريم فاضل قدم نبدا مختصرة عنها. في هذا العام مرور قرن كامل على تأسيس هذه المنظمة. هذه المنظمة هي أقدم وأول وكالة متخصصة، بدأت الوكالات المتخصصة بهذه المنظمة، ولا زالت تعتبر هي الأقدم ما بين الوكالات المتخصصة، وقد يكون في إطار وفي سياق عمل الأمم المتحدة الوكالات المتخصصة هي الأنجح في العمل، أكثر طبعاً من المنظمات السياسية، بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات جليلة إلى ملايين من البشر، سواء كان قارنا منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه منظمات متخصصة تقدم خدمات لا يمكن إنكارها منذ تأسيسها إلى الآن.
منظمة العمل الدولية هي الأكثر تأثيراً على حياة الملايين بالبشر من بين جميع المنظمات. كلنا نعمل وكلنا نتبع معايير وضعتها منظمة العمل الدولية، إلى درجة إن منظمة العمل الدولية تعتبر المنظمة الأكثر إنتاجاً للمعايير، والأصبحت بمعنى إن هي علامتها المتميزة هي توليد المعايير وصناعة المعايير. صناعة المعايير هي تخصص هذه المنظمة الدولية. المنظمة تعتبر مركز تفكير think tank، وفي الواقع اللي أي زيارة بسيطة أو أي مشاركة بسيطة في فعالية منظمات العمل الدولية يشعر أن في هذه المنظمة داخلها وداخل أروقتها عقول تفكر، وعقول صاحبة رؤية عميقة، فهي تعتبر من مراكز التفكير العالمي. معجب أن هي نالت مثل ما تفضل أخ فاضل أن هي نوبل للسلام في إحدى السنوات بسبب الدور اللي تقوم هذه المنظمة وبسبب الفكر الغزير اللي تنتج هذه المنظمة. اليوم المنظمة تفكر بعمق وتفكر بصوت عالي، تستشرف آفاق المئوية الجديدة المئوية الثانية، تتلمس الطريق الاحتفالية بهذه المئوية. بدأت في 10 أبريل هذا العام، من هذا 2019، تحت شعار مستقبل العمل. وترى هذا هو التحدي الأكبر لهذه المنظمة، لأن أوضاع العمل في العالم أقل ما يمكن أن نقال عنها أنها مأساوية. تدخل المئوية الجديدة في أوضاع مأساوية، رغم الجهد الكبير اللي بذل على مدى قرن كامل في وضع المعايير وفي الإشراف على تنفيذ هذا المعايير وفي وقف أي مخالفات أو انتهاكات ترتكب من قبل الدول أو أطراف الإنتاج لهذه المعايير. هذه المنظمة معروفة اللي هي تركيبة فريدة من جميع منظمات العالم، اللي هي التركيبة الثلاثية، ثلاثة أطراف يتشاركون في الحوار الاجتماعي اللي دائر في هذه المنظمة على جميع المستويات، ليس فقط على مستوى مجلس الإدارة، لا، كل الأجهزة التابعة إليها يشاركون في الحوارات المشتركة، وهم أطراف الإنتاج الثلاثة أو أطراف العمل اللي يشكلون معادلة الإنتاج: الحكومات، أصحاب العمل، والعمال. احتفالية المنظمة أنا لاحظت ولمست بنفسي ومشارك في إحدى الفعاليات قبل أسبوعين بس في جنيف بتاريخ 7 و8 أكتوبر الجاري، ليست فيها بهرجة، ليست فيها خطب رنانة مثل ما قلت لكم، قلت قبل شوي إن هي تفكر بعمق، لأن سلسلة طويلة من الفعاليات تبدأ من أبريل وتنتهي في أبريل من العام القادم. كلهم يقدمون مرئياتهم ورؤياتهم، كلهم خبراء وملمين بالعمل الدولي وبمعايير العمل الدولية وبالآليات الإشرافية اللي موجودة في المنظمة وفي برامجها بشكل مكثف، وبعضهم عنده خبرة 40 سنة، يساهمون في إبداء رأي وإبداء أراء وإبداء أفكار وتبادل الأفكار على أساس أن المنظمة تبدأ المئوية الثانية بانطلاقة جديدة وتواجه التحديات اللي تواجهها، اللي هي تحدي مستقبل العمل. يعني إذا وضعنا نظرنا إلى مستقبل العمل، وأنا بتكلم عنه شوية في هذا، يعني يبدو مستقبل قاتم لظروف لا لمنظمة العمل الدولية دخل فيها، وإنما الظروف السائدة في العالم. 15 أكتوبر هذا اللي راح، منظمة العمل الدولية عملت يوم مفتوح، فتحت
أبوابها لأول مرة الكل الجمهور يدخل طول اليوم، ومن يريد أن يدخل ويشارك في النقاشات، نقاشات مستفيضة، يدخل يحضر. عادة هي المنظمة تحيط بنفسها بإجراءات أمنية شديدة، لأنها طبعا تحضر فيها وفود من جميع الدول، تحضر فيها رؤساء ورؤساء حكومات، وهذا دائما هي تحيط نفسها بإجراءات أمنية متشددة. لكن هذا اليوم كان يوم مفتوح مخصص للجمهور أنه يدخل بدون سؤال وبدون كشف عن الهوية، مقابل أنه هو يروحون يشاركون في بلورة رؤية شاملة عن مستقبل العمل وعن المهام الجديدة والتفويض الجديد المنوط بالمنظمة. المنظمة شكلت اللجنة العالمية حول مستقبل العمل، هذا نجلة حديثة، شكلها اللجنة العالمية، وهذه وضعت تقرير وتوصيات عن مستقبل العمل، ناقشها مؤتمر العمل الدولي في الدورة 108 اللي انعقدت في يونيو الماضي، وناقشت وتبناها طبعا التقرير، وصدر إعلان المئوية حول مستقبل العمل. والإعلان هذا في 10 سبتمبر الماضي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبح من وثائق المنظمة وبموجبة، وأنا أحضرت نسخة منه من جنيف قبل أيام، طبعاً ما حصلت نسخة عربية، بس في 3 بس لغات اللي كانت موجودة، بالإنجليزي وبالفرنسي والإسباني اللي هي لغات العمل الرئيسية في المنظمة، فحضرت نسخة وسلمها للأخ فاضل على أساس أنه هو ممكن أنه يستنسق منها، واللي يريد يطلع على الأساس ويوزعها على أساس اللي يريد يطلع على إعلان المئوية لمستقبل العمل. بدخل مباشرة للأوضاع، أوضاع العمل العالمية، ولا نتكلم عن منطقة معينة أو بلد واحد، ثم الوضع النقابي، وكلا الوضعين مأساويين لظروف خارجة عن إرادة المنظمة. أولاً، تغييرات جذرية حصلت في العمل على مستوى العالم كله، مهن اختفت ومهن ظهرت، قد تكون المنظمة مهيئة إليه لكن تهيئ نفسها في المئوية الثانية مهيئة إليه. ليس فقط البطالة تفاقمت وأعداد العاطلين ازدادوا، ولكن هناك ظروف نشأت. أولا، التقنية الحديثة ساهمت، انتشار روبوتات على مستوى الإنتاج في كثير من الصناعات ومؤسسات الإنتاج في العالم. التغييرات المناخية أيضا لها دور، العولمة لها دور، كثير من الوظائف والمهن بدأت تختفي ووظائف بدأت تظهر، والاتجاه السائد على مستوى العالم الآن الخصخصة، الكثير من الدول تخصخص، حتى الدول اللي تعتمد على القطاع العام كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني تخصخص. وأيضا الاتجاه السائد في العالم هو العقود المؤقتة، وهذه العقود المؤقتة يعني لا استقرار وظيفي، انعدام الأمن الوظيفي، وهذه مشكلة كبيرة قاعدة تواجهها المنظمة، لأن المعايير العمل الدولية كلها بنيت على أساس وظائف دائمة. هنا أمام وقت لما سوت معهم اللي هو أنظمة الحماية الاجتماعية، وسوت التأهيل والتدريب المهني وتدريب الشباب، وحتى تشجيع اللي هو ريادة الأعمال اللي هو أعمال خاصة على أساس خلق وظائف جديدة، كلها قائمة على معايير على أساس أن هذه أعمال دائمة. واليوم الاتجاه السائد كله يفضلون
الصناعات والشركات والمؤسسات يفضلون عقوب مؤقتة. طبعا هذه وضعت المنظمة في وضع حرج جدا. فالمؤتمتة أيضا كثير من الأشياء الأعمال صارت أوتوماتيكية. أما بالنسبة للوضع النقابي فيمكن نقول عنه أنه هو في أسوأ حالاته. نقابات على مستوى العالم أجمع تتناقص وليست تزايد، تتناقص. عزوف من العمال الشبان اللي يدخلون في سوق العمل ويدخلون الأعمال والوظائف، عزوف عن الانخراط في العمل النقابي لأنهم يحملون عقود مؤقتة. هذه تأثيرات العقود المؤقتة على هذا، فهو غير ضامن وظيفته ويشعر بانعدام الأمن الوظيفي فلا ينخرط في العمل النقابي. يقول لك أنا 6 شهور أنا أعمل حسب العقد، أو أعمل سنة أو سنة، لا داعي أن أنا أدخل في هذا، ما قاعد في وظيفة دائمة. فعزوف عن الوضع النقابي، فأصبح الانتساب إلى النقابات يتناقص، عدد النقابات تتناقص، وأصبح الوضع النقابي على مستوى العالم، ولا على مستوى بلد أو مستوى قارة، لا عالميا، وقد يكون في الغرب موجود أكثر مما هو موجود في بلدان العالم الثالث أو غير، إن هو هناك عزوف وتناقص عن الرقابة، والضعف في الدور النقابي أصبح كان واضح. هذه الوضعية تدخل المنظمة المئوية الثانية، عليها أن تعالج تحديات مستقبل. وأكبر تحديات المستقبل هو مستقبل العمل، كيف تكيف نفسها بدور وبتفويض جديد ومهام جديدة لمعالجة تحديات القائمة. هذا بشكل مختصر الوضع النقابي والوضع العمل في هذا. بالنسبة إلى إنشاء المنظمة على اعتبار أنها هي مئوية، تفضل الأخ فاضل وذكر عن خلفية إنشائها. هي نشأت، دستورها وضع في مؤتمر فرساي لعام 1919، أنشئ وضع هذا الدستور، يعني أنشئت في أعقاب حرب مدمرة، الحرب العالمية الأولى. ومؤتمر فرساي للسلام كان يرتب أوضاع العالم بعد الحرب العالمية الأولى حسب رؤية المنتصرين، مثل ما مؤتمر يالطا رتب أوضاع العالم بعد الحرب العالمية الثانية حتى حسب أوضاع المنتصرين. هذا المؤتمر كلهم شعروا أن هناك حاجة لمعالجة المشاكل الجذرية بحلول جذرية، ولهذا السبب ارتأوا أن يكون الحل الأنسب هو ثلاثية التكوين أو هيكل ثلاثي الأطراف، يشارك فيه أطراف العمل وثلاث الإنتاج على أساس يعالجون، خصوصا أن العالم خرج من حرب مدمرة، وبالأخص أوروبا بحاجة إلى أعمار، بحاجة إلى ترميم، بحاجة إلى أصلاح ومحور، هذا هو العمل. فهم بحاجة على الكل أطراف الإنتاج تشارك في هذه العملية الإعمار. أيضا الظرف اللي أحاط بإنشاء المنظمة هي نتائج الثورة الصناعية في أوروبا، بدأت تأتي ثمارة. الثورة الصناعية حققت طفرة هائلة على مستوى الإنتاج، وراكمت الثروات عند أصحاب المصانع والصناعات، وعمقت الفوارق الطبقية ما بين الصناعيين وما بين القوى العاملة. ثروات هائلة تدفقت على الصناعيين وأصحاب الصناعات نتيجة الطفرة الهائلة في الإنتاج. يعني لما كان الإنتاج بوسائل التقليدية أو اليدوية أو أي وسائل حتى مادية يعني بسيطة، نقول كانت تدر دخلا مثلا شهريا 1000 جنيه استرليني، دعنا نقول جنيه استرليني على اعتبار أن بريطانيا هي الدولة الصناعية الأولى، وبعدين امتدت اللي هو الثورة الصناعية لكامل أوروبا.
من نتائج الثورة الصناعية إن هي تراكمت الأموال، ما كان ينتج ويدر 1000 جنيه أو 2000 جنيه أصبح مئات الآلاف من الجنيهات. ودول أوروبا كلها دخلت المرحلة الصناعية وبدأت تصنع، فخمقت فوارق كلها شديدة. القوى العاملة اللي هي تدير على عملية الإنتاج وجدت نفسها إن هي محرومة من هذه الثروات. الثروات تراكمت عند أصحاب المصانع، أصحاب الصناعات، وجدت هذه الفئة إن هي محرومة من هذه الثروات وتحمل في ظروف قاسية وبدون حق. فاستشعرت الحاجة إلى وجود تنظيمات مدافعة عن مصالحها ومدافعة عن حقوقها، فاستشعرت بضرورة إيجاد تنظيمات نقابية. ومن هنا نستطيع نقول إن النقابات هي نتاج الثورة الصناعية، لأن الضرورة فرضتها نتيجة الاختلالات اللي صارت في المجتمعات الصناعية ما بين من يملكون ثروات هائلة وتدفقت عليهم ومن يملكون قوة عملهم، ولا ما حصلوا على نصيب عادل في هذه الثروات. أيضا أحد الظروف اللي رافقت إنشاء اللي هو المنظمة، الساسة في أوروبا استحوذت عليهم هواجس ومخاوف من صراعات اجتماعية، خصوصا إن 1919 يعني عام تأسيس منظمة كانت سنتين بعد الثورة البلشفية في روسيا اللي غيرت كثير من المعادلات السياسية في أوروبا والعالم. فرفعت شعار العمل هو قيمة، القيمة الوحيدة أو القيمة الحقيقية للإنتاج، وإن فائض القيمة يجب أن يذهب إلى العمال. فكان أستاذ في أوروبا هواجس شديدة ومخاوف أن تمتد الصراعات الاجتماعية في مجتمعاتهم، فلا بد أن يبحثون عن حلول جذرية لمشاكل جذرية. العمال نفسهم كان عندهم مطلب في ذيك الفترة، كانوا يريدون منبر دولي يتحدثون فيه، يعرضون فيه مشاكلهم، رؤياهم، مرئياتهم، حقوقهم، يدافعون فيها عن حقوقهم وعن مصالحهم المهنية. فاستشعروا ضرورة وجود منبر مهني، فلهذا السبب تهيئت هذه الظروف لإنشاء منظمة عمل تتكون من أطراف ثلاثة. دستور منظمة العمل مثل ما ذكرت صيغ في مؤتمر فرساي 1919. أول جلسة وأول مؤتمر إلى المنظمة هذه تبنى 9 اتفاقيات عمل و10 توصيات. أول مؤتمر، المؤتمر هذه التوصيات، هذه المواثيق العمل تضمنت معايير عمل ملزمة قانونيا. من هنا ظهرت معايير العمل الدولية، يعني بدأ عالم العمل يتغير على أساس نكيف نفسه على الأوضاع المستجدة والجديدة في العالم. الاتفاقية رقم 1 حددت ساعات العمل اليومية ب8 ساعات وساعات العمل الأسبوعية ب48 ساعة. طبعا هذه كانت خطوة متقدمة جدا في ذاك الوقت، خصوصا أن ساعات العمل حين ذاك كانت تمتد إلى 60 ساعة أسبوعيا، وهي وضعت سقف لساعات العمل، فهذه كانت خطوة جدا متقدمة. من الاتفاقيات الثانية اللي هي في الحزمة الأولى هذه اتفاقية عن اللي هو سباسة البطالة والعمل الليلي وحماية الأمومة والصحة والسلامة المهنية، هذه كانت الحزمة الأولى. طبعا المنظمة بدأت ب40 دولة مؤسسة، اليوم وصلت إلى 183 دولة،
يعني كبر مع ظهور دول جديدة والانضمام 138 دولة، ولكن الأساس كان 40 دولة. الاتفاقيات التالية مرحلة ما بعد الحرب الثانية يعني حدد جدا من نشاط اللي هو منظمة العمل الدولية، خصوصا أن هي اضطرت في فترة من الحرب أن تغادر سويسرا وتتجه إلى مونتريال في كندا. مو لأن سويسرا كانت هي مش الطرف في الحرب، لا، هي كانت ظلت بمنع الحرب باعتبار وضعها حيادي، لكن كل محيطها كان يتحارب ويتقاتل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كل دول الحرب، النمسا طبعا ضمت إلى ألمانيا قبل الحرب، إذن كل محيطها. فوصول صعوب الوفود، صعوبة اللي هو صعوبة وصول الوفود إلى جنيف هو اللي اضطرها أيام الحرب أن تتجه وتستقر في مونتريال وتعقد اجتماعاتها في جامعة ميغيل أربع يعني طول سنوات الحرب، حد من نشاطها إلى حد كبير. أيضا في هذه الفترة مرحلة ما بعد الحرب يعني أعطيت لها تفويض جديد إلى هذه المنظمة، صارت وصلاحياتها أكبر بعد، كانت تصدر اللي هو مواثيق عمل دولية عن ظروف عمل عمال الموانئ، عمال المخابز، العمال المهاجرين، عمال المناجم، وبدأت في تنظيم عالم العمل مثل المرض وإصابات العمل والتأمين على الشيخوخة، وهذا بداية الحماية الاجتماعية، والعمل على مواد خطرة والتعويض إصابات العمل وتحديد الأجور وإجازات مدفوعة الأجر. وكالة التشغيل أصبحت في هذه الحالة صياغة المعايير هي العلامة المتميزة لمنظمة العمل الدولية. في عام 1944 يعني في هذه الفترة المنظمة كانت تهيئ لما بعد الحرب، لأن تعرف هذه الحرب إذا انتهت لابد أن تكدها إلى دور جديد. الدول المؤسسة والأعضاء المؤسسين اجتمعوا في فلادلفيا وأصدروا إعلان فلادلفيا اللي هو صدر في 10 مايو 1944. الإعلان هذا مهم جدا، اليوم يعتبر ملحق في دستور منظمة العمل الدولية، أرسى مبادئ أساسية في العمل، منها أن العمل ليس سلعة بل قيمة إنسانية، ومنها أن الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرفاه في كل مكان، وهذه ترى حقيقة احنا نشهدها اليوم يعني لا جدال فيها. فالإعلان هذا كان هو أول وثيقة لمنظمة دولية تعترف بالصلة الوثيقة ما بين حقوق الإنسان والتنمية، ومهد الطريق هذا الإعلان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر بعده بأربع سنوات في 10 ديسمبر 1948. إعلان فلادلفيا فتح الباب لمعايير عمل جديدة حول الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية وحق التنظيم، فنتج عن إصدار اتفاقية مهمة من أهم اتفاقيات اللي هو منظمة العمل الدولية اللي هي الاتفاقية 87 لعام 48 والاتفاقية 98 لعام 49 حول هذين المبدأين. طبعا المنظمة يعني استفادت من هذه الاتفاقية واستفادت من مستغلتهم بذكاء كأدوات ضغط على الحكومات الشمولية المقيدة للحريات أن تصلح ديمقراطيا من أجل إصلاح الديمقراطية، ضغطت عليه طالما أنها تقيد الحريات النقابية وتحرض اللي هو حرية التجمع وحرية التنظيم، ضغطت على الحكومات الشمولية التي لا بالمشاركة ولا تقبل بالتنظيم بأن تنفتح على مبادئ التنظيم والحريات النقابية، فكانت ورقة ثمينة في يد المنظمة. حالات أخرى من مواثيق العمل أدت إلى تدعيم تغيير اجتماعي. في عام 64 استخدمت المنظمة مبدأ تكافؤ الفرص لإحداث تغيير في عالم العمل،
غطت هذا المبدأ اتفاقية مهمة من أهم اللي هو الاتفاقيات، اللي هي اتفاقية رقم 100 والاتفاقية 111، وأعتقد أن تقريبا كلكم سمعتون عنه، اللي هو التمييز في الاستخدام والمهنة، وهذه كثير من الدول وقع عليها ومنها البحرين. في عام إضافة أنه أصدرت مواثيق جدا مهمة من العمل الجبري، حظر العمل الجبري وأسوأ أشكال عمل الأطفال، لأن عمل الأطفال هذا ممنوع، بالذات أسوأ أشكال عمل الأطفال. كلها ادمجت 8 اتفاقيات في إعلان يسمى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية للعمل، صدر في يونيو 1998. هذه أهم الاتفاقيات، كلها مهمة بس هذه أهم الاتفاقيات. الإعلان هذا اعتبر أن الاتفاقيات 8 الأساسية هذه ملزمة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة وإن لم تصدق عليها. طبعاً ثار جدل كبير كيف أنها تكون ملزمة إليها وهي ما صدقت عليها. ملزمة يفهم أنها عندما تصدق عليها، بس إذا ما تصدق عليها يقول هذه أساسية، أساسية إن هي بغض النظر صدقت أو لم تصدق على اتفاقية أنت ملزم. طبعا الإعلان هذا كان له تأثير لأنه شجع كثير من الدول أن تصدق على الاتفاقيات 8 هذه. طبعا الآثار العملية لتدعيم الاتفاقيات مدعمة بالتعاون المفني على الأرض تقوم المطر امتدت تشمل أكثر من 100 دولة، يعني في 700 برنامج تنفذه المنظمة اليوم في أكثر من 100 دولة في العالم، وكل برامج تأهيل وتدريب وتشجيع كسب مهارات وبناء قدرات، وفي نفس الوقت حماية اجتماعية إلى درجة أن على سبيل المثال كمثال يعني هذه واحدة من البلدان تيمور الشرقية معرفة، هذه واحدة من أفقر بلدان آسيا والعالم، المنظمة وضعت لها نظام للحماية الاجتماعية إلى درجة أن اليوم في هذا البلد الفقير نسبة التغطية مال دعم الحماية الاجتماعية لكبار السن قد وصل ل 100%، وهذا إنجاز كلش كبير. أيضا هناك برامج تنفذ في تونس مثلا على أساس تشجيع الشباب للانخراط في ريادة الأعمال وخلق فرص عمل إليهم، توظيف ده، وأيضا خلق فرص عمل جديدة، مشاريع الاستثمار الذاتي. أيضا في الأردن نفسه وكثير من بلدان العالم استفادت سواء كان التدريب. هناك أيضا بعد في مركز تورين اللي من مؤسسات تابعة إليه، مركز تورين اللي هو واحد تدريب وتغيير المهن. الهيئات الإشرافية أنا ما راح أتكلم عنها الحين، قد يكون في معرض السؤال يعني نجاوب عليه أضرد الأسئلة، لأن الهيئات الإشرافية أنا أقول في يعني لجنتين مهمتين جدا مهمتين، لجنة الخبراء حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وعادة تسمى لجنة الخبراء، ولجنة الحريات النقابية وهذه تعمل ولها تأثير ومراقبة، فالمنظمة ما تصدر معايير فقط، لا تراقب تشرف ترصد مخالفات تقدم توصيات. طبعا احنا نتكلم لاعداد لمستقبل العمل، قلنا ان في معاويه ان هي تفكر يعني في معاويه الثانيه المنظمه تفكر بعمق وتفكر بصوت عالي. المبدا التقدم اللي هو للعمل اللائق يعطي اولويه للنوعيه الى جانب الكميه، يعني انت لما تتكلم وانت تسمعون دائما كثير ان احنا كثير من الإعلانات الرسمية إحنا وظفنا 1000 شخص في شهر واحد أو وظفنا 3000 في نصف سنة، هذه أرقام مطلقة. اسأل وابحث ونقب كم من بور عمل وكم من باد عمل في هذه 1000 أو 2000 اللي أنت تكلمت عنها. الأرقام المطلقة ما هي معيار على التوظيف، المعيار هو أن توفر عمل لائق، عمل كريم مجزي يوفر للعامل أو للموظف حقوق حياة كريمة. فليست الأرقام المطلقة هي المعيار، المعيار أن تكون فعلا الوظائف هذه وظائف لائقة.
طبعا اللجنة العالمية مثل ما تكلمت عن مستقبل العمل قدمت تقريرها إلى مؤتمر العمل الدولي الأخير في يونيو. مخرجات التقرير سوف تعيد تشكيل تفويض عمل المنظمة وتمنحها أدوات جديدة واستراتيجيات ضرورية لدعم مهامها وعملها في مئويتها الثانية. إعلان المئوية، قلت لكم عن إعلان المئوية، وإن هو هذا بعد يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لمستقبل العمل، هو التحدي الأكبر بالنسبة إلى المنظمة. في ندوة مستقبل العمل الذي نريده، هذه النظرة يعني حضرناها قبل أسبوعين في جنيف في مقر منظمة العمل الدولية وفي قاعة مجلس الإدارة. الحضور كان كبير، أكثر من 200 مشارك، بس الحضور العربي كان ضئيل. يعني الحضور العربي اقتصر على 3 مشاركات، مشارك من الأردن، ومشاركة من المغرب، ومشارك من البحرين. احنا 3 مو أكثر لو موجودين في هذا القاعة. بس كان يعني ما جرى فعلا كان برين ستورم، عصف ذهني، من كثر الأفكار اللي كانت على أساس بلورة هذه الرؤية وبلورة له مستقبل العمل في هذه. كانت أفكار يعني عميقة جدا، عميقة، على أساس أن المنظمة تريد تستفيد منها، تكون لها أجندتها وبرنامج عملها. الأوضاع النقابية والعمالية تكلمت عنها قبل قليل. شيء واحد أريد أذكره كلش مهم عليكم، تكلمت لكم عن الأوضاع النقابية. في شهر مارس الماضي انعقد في واشنطن في مقر البنك الدولي لقاء ثلاثي ضم البنك الدولي وصندوق العمل الدولي والاتحاد الدولي للنقابات. إذا جينا إلى برامج عمل البنك الدولي والIMF صندوق النقد الدولي، هذا لين برامجهم تركز دائما للدول المتعثرة اللي اقتصادها غارق في الديون واللي غارقة في التضخم واللي عندها مشاكل اقتصادية عسيرة، علشان دائما الحلول المقترحة من هذه المنظمتين الخصخصة، إعادة الهيكلة، التقشف، هو هذا الحلول. هذا نتنتج عنها شنو؟ تسريحات، تقليص للعمالة، تجميد للتوظيف، تجميد للأجور، تخفيض للمزايا بما فيها مزايا التأمين الاجتماعي. من اللي ينعكس سلبا على من؟ ينعكس سلبا على القوى العاملة والفئات هذه اللي تعمل في مواقع الإنتاج. هم لا إليهم. إذا كانت هناك طبقت سياسات اقتصادية خاطئة ومتعثرة، هؤلاء الفئة لا ذنب لهم في المسألة، ما الأخطاء هذه اللي ارتكبوها المخططين تخطيطا وتنفيذا. فصار نقاش مستفيض في واشنطن ما بين هذه الجهات الثلاث، فقالوا لهم إن مشاريعكم، وأنا أعتقد هذا من أهم الاجتماعات اللي حدثت يمكن من بداية القرن، هذه مشاريعكم هذه ضارة بالفئات الضعيفة والمستضعفة والفقيرة والفئات والقوى العمالية، ضارة جدا ضارة. عليكم أن تأخذوا، اسمع كلامي، تأخذوا في الاعتبار معايير العمل الدولية، لأنها الأكثر إنصافا لهذه الفئات ولكل أطراف الإنتاج. معايير أنتم دائما تتجاهلون معايير العمل الدولية. إذا أخذتم معايير العمل الدولية في الاعتبار، راح تكونوا بتشوفون أن بتنفذون برامج منصفة إلى الجميع وليست مضرة إلى فئة على حسب فئة على حسب. هذا طبعا من أهم الاجتماعات اللي صارت في السنوات الأخيرة، وأعتذر إذا كان في إطالة، وشكرا جزيلا. نشكر الدكتور منذر الخور على هذه الورقة القيمة والتي استعرض فيها مئوية منظمة العمل الدولية. وقبل لا نبدأ باب النقاش والحوارات، يتحدث المحاضر الثاني الأستاذ يحيى المخرق عن
تطبيق الأتمتة والرقمة والأدوات التي تستخدمها وتأثيرها على العمالة والاقتصاد، فليتفضل. شكرا ومساء الخير جميعا. يعني بداية في تركيز على مسمى أو مفهوم مستقبل العمل، هو مفهوم للأمانة ترجمته بكلمات مستقبل العمل ما تعطي المعنى يعني بشكل مباشر لمن يسمعه، وهو مبهم وهو جديد أساسا، يعني ما نتوقع من الناس أن تكون تعرفه. بس مثل ما قال الدكتور، أنا لما تعرفت على هذا المفهوم وبديت يعني أطلع عليه، أعطاني مثل ما قال رؤية قاتمة سماها، وفعلا هي يعني وإن كانت دائما يربط المستقبل بالازدهار وبالخير، ولكن أعتقد هذا المفهوم واللي هو جاي تطبيقه جاي، يعني ما بينتظر منا أن احنا نوافق عليه أو نسمح فيه، هو يعني أمر تقريبا حتمي قادم لا محالة. يمكن فكرتنا الأساسية من اليوم وتسليط الضوء عليه هو شلون يعني شلون بيتم التعامل مع هذا الموضوع، شلون النقابات والقوى العمالية والجهات ذات الصلة راح تتعامل مع هذا المفهوم. المفهوم بشكل عام هو أن التكنولوجيا راح تدخل وتطبق في مجال العمل في كل مجالات العمل، وراح تغير خصائص العمل بشكل جذري وتام. يمكن هذه من بعد الثورة الصناعية أكبر تغيير راح يصير في مواقع العمل، في سوق العمل، في كل شيء له علاقة بالعمل وبالتجارة نفسها. يعني طبعا هو شيء جاي مستقبلا، يعني يمكن تقييمه صعب الحين، بس في من يتوقع ان هذا بيكون تاثيره يمكن اكبر من تاثير الثوره الصناعيه اللي غيرت العالم. فاحنا مقبلين على تغيير جدا كبير، بشرح بعض يعني ماذا ما يعني كيف سيكون هذا التغيير، وبعدين بنتكلم عن بعض الامثله اللي وصلنا لها وتوقعات للأثر الاقتصادي اللي بيكون عليه بناء على وجود المرحلة. السؤال الأول اللي هو يعني متى نتوقع هذا التغيير يجي ويصير ويبدي يتطبق؟ يعني هو عمليا التطبيق بدأ والتمهيد بدأ، مو اليوم، قبل كذا سنة، بس متوقع أن خلال 4 إلى 5 سنوات بنوصل إلى مرحلة متقدمة جدا من تطبيقه. مستقبل العمل يرتكز على 5 عوامل أساسية، اللي هي، واعذروني طبعا المصادر اللي موجودة والمواد اللي موجودة كلها بالإنجليزي وترجماتها دائما يعني مو دائما تكون سلسة، فبنذكرها باللغتين. يعني العوامل الأساسية هو السلوك الجديد في موقع العمل new behavior، وجود التقنيات technology. العامل الثالث هو جيل الألفية في موقع العمل، يسمونهم millennials in the workplace، إمكانية التنقل الموبيليتي والعولمة. خلنا نأخذهم واحدة واحدة ونعطي شوية أمثلة عليهم. في مسألة السلوك الجديد أو new behavior، طبعا كل مواقع العمل هي مبنية أساسا على مسألة بيع البضاعة أو إنتاج القيمة المضافة في هاي البضاعة وبيعها. فعملية البيع نفسها إنزين صارت لها قواعد جديدة، بما يترتب عليه قواعد جديدة في العمل نفسه. يعني هذه المرتكز أو العامل يقول أن اليوم مو نفس قبل 10 سنوات، اليوم الناس هي بنفسها حاطة معلوماتها وكل أسرارها موجودة على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت
ومتوفرة، هم مجهزينها وحاطينها. في نفس الوقت الابليكيشنز والتطبيقات اللي احنا ننزلها عندنا في تلفوناتنا، وهي التلفونات اللصيقة فينا اللي ما نتركها يعني حتى وقت النوم. بالمناسبة لو اول ما تنزل اي ابليكيشن يعطيك الاتفاقية مالته، لو تقرأ الاتفاقية يمكن 90% من الابليكيشنز ما حد ينزلهم، لان هذه الاتفاقية يقول لك فيها التطبيق بشكل صريح، انا بسجل معلوماتك وبسجل انت انتقلت من اي موقع الى اي موقع. وطبعا التقنيات جدا عالية، يعني ممكن اسمع كلامك وانتقي الكلمات المفتاحية اللي في كلامك عشان استخدمها، اجيب لك الاعلانات اللي تشابه المواضيع اللي انت مهتم فيها وتناقش فيها مع اصدقائك. صارت هذه المواقع تفهمنا ازيد مما احنا فاهمين نفسنا، تعرف عن طريق المواضيع اللي نختارها، المواضيع اللي نقراها في التلفون، اهتماماتنا، كلمات اللي نذكرها في البحث، تشوف انت تلاحظ وانت تتصفح تطلع لك اعلانات لاشياء تهمك فعلا، يعني مواضيع انت تحبها، انت تتابع الكره، تتابع تحب الفريق الفلاني، تشوف اعلانات عن مواضيع لها علاقه فيه الى اخره. فهذه احدى اهم العوامل، ان اليوم التجاره مبنيه على المعلومات اللي انت تقدمها طوعا واللي انت توافق ان هي تتسجل عليك. هذه المعلومات وتوافرها في شيء يسمونه البيج داتا. البيج داتا انه توفر حجم يعني مهول من المعلومات راح يؤدي الى تحليل كبير لها، وقدره الشركات على تقديم منتجات يعني قريبه جدا منك، وتقدر توصل هذا المنتج ليك الى مكانك وانت في بيتك وبدون الاعلان في الجريده وبدون الاعلان في الشارع وبدون غيره. فهذه اول واحده من العوامل الاساسيه اللي بتغير طريقه التجاره وعليه طريقه العمل في الأماكن اللي تنتج البضائع. المرتكز الثاني هو مسألة التقنية، يركزون على شيء أساسي اسمه التحول إلى الغيمة الإلكترونية أو الكلاود. يعني كلكم أكيد يعني في تلفوناتكم عندكم الكلاود، سواء عرفت ليه أو ما عرفت ليه، أن أنت تسجل بياناتك وملفاتك على الانترنت في غيمة. لو غيرت جهازك، لو ضاع جهازك، لو غيره، انت عندك اتصال وتوصل لها. الحين الشركات قاعدة تسوي، بدل لا يصير عنده سيرفر او خادم يسجل عليه معلومات الشركة وقاعدة البيانات مالها والسيستم مالها، فتكون انت عشان تقدر تسوي تأدي وظيفتك لازم تروح المكتب عشان تشتغل. الحين بصير كل هذه الاشياء موجودة على الكلاود في الغيمة، الكل مشترك فيها، وبصير في تركز للمعلومات سواء للأفراد أو للشركات. هني في مفهوم ثاني بعد يسمونه The Internet of Things، إنترنت الأشياء. هذا يقول لك يبي يربط كل الأجهزة اللي أنت تستخدمها في البيت، لازم تكون أجهزة ذكية بما فيها تلفونك، بما فيها سويتش مال الكهرباء وسويتش الليت والاي سي، بما فيها الثلاجة نفسها. ثلاجة ممكن تعطيك تقرير قبل لا ترجع البيت، تقول لك اليوم عندك في هاي المواد، عندك في الثلاجة عندك بيض، عندك لحم، عندك ما ادري شنو، استخدم الشغلة الفلانية لان تاريخ انتهائها قادم. ممكن تقترح عليك وصفات تطبخها حق الغداء اليوم الى اخره. كل الاجهزه اللي بتكون في البيت حواليك بتكون كلها مرتبطه مع بعض، ومو بس في البيت، حتى السياره نفسها اليوم قاعد يعني تطرح مراحل متقدمه من السيارات بدون سائق، الدرايفرلس، وهذه مثلا لها تاثير جدا كبير على صناعه السيارات، على اساس ان هذه السياره اللي هي بدون سائق انت بتبرمجها ان انت تحتاج تروح الشغل الساعة 7 الصبح
بتجي بتاخذك، بتحسب الوقت، بتحسب الزحمه، بتحسب كل شيء، بتنزلك هناك بدل لا سيارتك واقفه عند مبنى الشغل تنتظرك تخلص الثمان ساعات، هذه ما تنتظر، بتروح تسوي مشاوير ثانيه. فهذه مثلا بس هذه الجزئيه راح تقضي على صناعه السيارات التقليديه وراح تقلل عدد السيارات اللي موجوده، لان ما بنحتاج كل واحد يكون عنده سياره، بيكون السيارات كلها فيها تشارك وشيرينج. هذه بتنهي على 100 مليون وظيفة سائق في العالم. هذه الوظيفة بتنتهي تدريجيا، ما بيبقى أحد مسمى سائق لأنه ما في أحد يحتاج يسوق، سواء طفل صغير يحتاج يروح يعني المشوار بتوصله من هنا لهناك أو أنت أو غيره، وبتنتهي هاي المسألة. مسألة البيج داتا قلنا عنها. الروبوت، الروبوت بعد مو نفس ما احنا رأسا نجي في بالنا، الهيكل اللي بشكل انسان اللي بامكانه انه يشيل شغلة من هني وديها الى هني، هذا روبوت فعلا، بس احنا قاعدين نتكلم عن روبوتات ما لها وجود فيزيائي. يعني ممكن يكون الروبوت هو برنامج في الشركة يسوي الحسابات أو يسوي processing أو يعني يعالج بيانات، وهذه موجودة اليوم في مثلاً سكرتيرة إلكترونية اليوم. هاي من الأشياء اللي جوجل سوتها، إن أنت ممكن تخاطب الروبوت نفسه وتقول له سوي لي حجز في المطعم الفلاني اليوم الفلاني الساعة الفلانية. هذا روبوت مو بشكل اللي إحنا متعودين نعرفه، بس هذا نوع من أنواع الروبوتات الجديدة اللي ما له تواجد يعني فيزيائي، ولكن يسوي لك خدمات كبيرة. وهذه الروبوتينج قاعدة تدخل في يعني يجون الشركات يدرسون أنت شنو الخطوات اللي تأديها في الشركة، تقول المعاملة تبدأ من فلان وتروح بعدين لفلان ويراجعها فلان ويسوي هذا الشغل الخمسة اللي تمر عليهم، الروبوت بيسويه وبيسوي أسرع منهم وبيسوي بدون أخطاء وبدون ما ياخد استراحة ولا بريك ولا إجازة ولا أي منافع، ولا بدفع عليه بعد معاش ولا بفاوضني ولا بيحتاج على أي شيء أقوله. فهذه من الأشياء اللي يعني الأكبر خطرا يعني على الوظائف، وهو نفسه مربوط بالأوتوميزيشن أو الأتمتة. هذه كلها أشياء قاعدة تنربط ويا بعض في مواقع العمل وقاعدة تنفذ. أنا شفت منها واجد أشياء اللي ما شافها يعني بعد في أماكن واجد أهم يعني اللي الواحد ممكن يعتقدها هي أبعد. المصانع، المصانع أكثر ناس بتفقد وظائف بسبب الروبوت اللي هو ميكس ما بين الروبوت الفيزيائي اللي بيسوي العمليات بدال الموظف اللي يجي يسويها بدون حوادث بدون أخطاء بدون أشياء ثانية. المبدأ الثالث هو أو المرتكز الثالث هو جيل الألفية في مواقع العمل. يعني الطرح اللي موجود هني إنه يعني خلال يمكن السنة الجاية بيكون 50% من الموجودين في مواقع العمل حول العالم هم من جيل الألفية، ويمكن عقب بعدها في 2025 بيكون 75% من اللي موجودين في سوق العمل من جيل الألفية. هذا الجيل القصد فيه اللي يسمونه الميلينيالز الألفية، اللي متعود على التقنية، اللي التقنية الحديثة والتكنولوجيا اللي موجودة يسمونها تعتبر كلغة أم بالنسبة له، يتعامل إياها بطلاقة، يتكلمها بطلاقة. المتوقع أو المفروض من هذا المرتكز أن بدل السائد أن من يدخل الشركة أو من يدخل سوق العمل يتكيف معه، هذا الجيل بيخلي صاحب العمل هو يتكيف مع الجيل من الموظفين،
وقدم له أو يغير طريقة العمل بما تناسب هذا الجيل اللي داخل. في نفس الوقت متوقع من هذا الجيل أنه يقدم أفكار جديدة، أساليب جديدة، ويغير طريقة العمل. المرتكز الرابع هو الموبيليتي، إمكانية التنقل. هني الرهان في هذا المبدأ أن حاليا اليوم العمل متركز في موقع العمل. أنت تروح الشركة، تروح فرع الشركة، تروح موقع العمل وتبدأ عملك اليوم. في المستقبل سيكون العمل في أي مكان وأي وقت وأي جهاز، من أي جهاز. متوقع أن تنتهي المكاتب، ما بيبقى في حاجة إلى مكتب، أو إن حاجة إلى أن أنت تروح الموقع الفلاني. تقعد من النوم في البيت، تشرب الشاي، تفتح الكمبيوتر، تشتغل من بيتك. يصير عندك ركن في البيت هو هذا مكتبك، بتقضي سواء 8 ساعات، 6 ساعات اللي هو اللي مطلوب منك بتسويه، سواء بتسوي ابتداء من الساعة 6 الصبح، أو بتسوي الساعة 10، أو بتسوي نص الليل. هذا شيء غريب على يعني بالنسبة لنا اليوم، وبغير واجد من الأشياء، يعني بالذات في الجانب النقابي. إذا ما في تجمع للعمال شلون بيتنظمون؟ إذا ما في موقع للعمل شلون بتكون في عملية إضراب عن العمل؟ هذا يجرنا للنقطة اللي بعدها، أو قبل لا أروح لها، في مثلا تقدير أن من المتوقع أن من سيدخل جديد في سوق العمل بعد هذه التغييرات سيعمل لدى 17 رب عمل. يعني ما بيكون في أمان وظيفي، وبيكون الأصل هو أن أنت تشتغل لفترة قصيرة وتنتقل إلى مكان ثاني. متوقع أنه يكون في فترات يعني متلاحقة من البطالة وعدم وجود عمل في اللايف سايكل أو في الحياة العملية. المرتكز الخامس وهو العولمة، globalization. قبل كانت العولمة أو في بدايتها كانت تبشر بأن لن توجد حدود بين يعني ايش يسمونه، بين انتقال العمالة من بلد إلى آخر. اليوم بيكون بشكل حرفي لا مكان محدد لموقع العمل، ولن يكون هناك أي حدود لاستخدام العمالة. إذا أنت تقدر تعمل من أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز، فما في شيء يمنع أن أنا يكون عندي موظف من أمريكا، وموظف من أستراليا، وموظف في اليابان، وموظف في يوكي، وموظف في السويد، وموظف في أفريقيا، وفي أي مكان يعني. فالربط أنه بيكون في تغيير جذري لطريقة وأسلوب ومستقبل العمل. وهذا الشيء يعني إذا نروح بنجي له في الأثر الاقتصادي ماله، بس أنا بالنسبة لي جدا مخيف، لأن ما في أحد يقدر يتوقع بشكل دقيق تبعاته وش اللي بيصير فيه. طبعا من أهم تبعاته هي فقدان الوظائف، لأن الشركة اللي كان فيها 5 يسوون يعني بروسيس معين، يسوون عملية معينة، باكر بتحتاج ما بنقول 5، بنقول 50 يسوون نفس العمليات المختلفة، بيصير روبوت يسوي شغلهم وبيبقون 2 يشرفون على العملية، بتخسر منهم 48 وظيفة. هذا اللي بيصير. بعطيكم أمثلة من اليوم، من الواقع. أكثر ناس اليوم قاعدين يستثمرون في هاي المواضيع، يمكن البنوك. يمكن تلاحظون اليوم في البلد قاعدين نتكلم عن الفنتك اللي هو الفاينانشال تكنولوجي، التقنيات المالية، شلون البنوك قاعدة تطور من عملها. صار عندنا التطبيقات، صار قل الاستخدام النقدي
اليوم الناس أغلبها تدفع بالبطاقة أو تدفع بالأبليكيشن. التحويل الأموال ما بين الأفراد صار بعد بالتطبيق. اليوم في على الأقل واحد أو اثنين من البنوك أنا أعرف إذا ممكن تسوي شات إذا عندك سؤال استفسار بدل لا تصل على الكول سنتر أو تروح الفرع، تقعد على الشات ويا الروبوت مالهم تسأله سؤال ورد عليك. عند القدرة هاي يسمون الارتفيشل انتليجنت، الذكاء الاصطناعي، وصلوا في تطويره أنه يقدر يرد عليك ويقدر يقدم لك الخدمة اللي أنت تحتاجها بدون الحاجة من رجوع إلى إنسان. واحد من البنوك العالمية قبل أسبوع سرح 10,000 موظف حول العالم، وبتجي التسريحات، هي فترة بس الناس تبدي تتعود. الحين يعني في خطة إنه يعني نصير إذا لاحظتون الحين كل المحلات اللي تروحونها تشترون من عندها في أجهزة جديدة للبطاقة. هذه الأجهزة مهيئة لشيء يسمونه tap and go، يعني بس تقرب البطاقة على الجهاز أنت سويت عملية الدفع وتمشي في أجزاء من الثانية. يعني في توجه إلى الحد من استخدام النقد أساسا، يعني كل شيء يصير إلكتروني، كل شيء بالتحويل، كل شيء أوتوماتيك، كل شيء الأتمتة. هذا 100% راح يؤدي إلى يعني انتهاء آلاف الوظائف. بذكر لكم مجموعة منها قبلها، مثلا بعد إذا تذكرون قبل فترة صار شركة ثوماس كوك اللي هي مكتب سفريات من أعرق المكاتب في العالم، هو يعني بريطاني من 1840 متأسس، انهار قبل فترة وسبب أزمة إلى كل المسافرين والناس تتعامل إياه. السبب الأساسي اللي أدى إلى انهياره هو إنه ما قدر ينافس مواقع الحجوزات اللي صار الواحد يدش عليها ويقارن كل الفنادق ويقارن الأسعار ويختار الأرخص، وتكلفة عملهم جدا أرخص. أنت هناك تدفع رواتب، هاي الرواتب لازم ترجعها وتحطها جزء من سعرك. الويب سايت ياخذ مارجن صغير ويصرفه لأنه ما عنده تكلفة أساسا. من أهم الوظائف اللي بتختفي قريبا، أو أول خلينا نقول الوظائف اللي بتختفي، ترافل ايجنت، وكيل السفريات، الكاشير، نقاط البيع. خلاص بصير بعد ما مو بس ان الموظف قاعد وعند الجهاز وانت بتمر تخلي البطاقة، بينتهي وجود الموظف، بصير في كاميرات تحافظ على الأمن وان ما حد ياخذ شيء ماله. وموجودة ترى، يعني هذه مو من الحين، موجودة من سنوات طويلة، يمكن في الدول المتقدمة في أوروبا موجودة، تروح تاخذ اللي لك، تروح الكاشير انت تضرب الباركود على القطع وينحسب كم عليك، تدفع وتمشي. أمين المكتبة، هاي من الوظائف اللي بعد بتنتهي مع بعد أو قبل انتهاء الطباعة. موجود في العالم صحيح. يعني أمين المكتبة قلنا، البريد بعد، موظف ساعي البريد بعد، هاي من الوظائف اللي بتنتهي. البنك تيلرز، موظف الصراف في البنك، هذه المهنة بتنتهي. تكستايل وركرز، النساجين، عملية نسيج وإنتاج القماش، هذه بعد بتنتهي بشكل نهائي. قطاع الطباعة الورقية بكل أنواعها، سواء من جرائد، من مجلات، من أيا كان، من إعلانات، كلها هذه بعد رايح تنتهي. وهي مش بس عملية الطباعة، يعني هي كل عملية وراها يعني يسمونهم قطاعات ثانية تعمل في اللي إذا انتهت الصحيفة انتهت مهنة موزع الصحيفة، إذا انتهت هذه في مكان للطب، يعني في عدد من الوظائف ورا كل وظيفة راح تتأثر وتتقلص. حكام بعد الرياضات من احدى المهن اللي بتنتهي. طيارين،
مهنة الطيار بتنتهي وبما فيها حتى الطيران العسكري، يعني ما مخصصينه. وشفنا اليوم الحروب اللي قاعدة تصير في المنطقة كلها الطيارات بدون طيار، يعني سائق التاكسي أو مهنة سائق بشكل عام هذه كلها بتنتهي. يعني التلي ماركترز، التسويق بالتلفون، بس مو بس التسويق بالتلفون، هو كل البيع بالتجزئة، كل وظائف البيع بالتجزئة، سمى ما تسمي، من بيع التلفون إلى بيع الثياب إلى الموظف اللي في البنك إلى هذا، كل اللي يتعامل ويا الزباين اللي عندهم خصائص مشتركة واللي البنوك تقدر تقيسها وتقدر تطلع عليها، أو مو مش البنوك، أي شركات إن كانت تقدر تقدم لك البضاعة مكان ما أنت. اليوم مثلا يعني واجد من الشركات العالمية اللي تبيع الثياب على سبيل المثال سكرت محلاتها، بس ما سكرت، يعني هي سكرت المحل اللي أنت متعود تروح تشتري منه، بس هي تبيع أونلاين، يقول لك ادخل اشتر من عندي بوصله لك للبيت، وشرط بعد ارخص من ما كنت ابيع عليك في المحل، لا احتاج موظفين ولا ادفع اجار ولا ادفع كهرباء ولا ادفع اي شيء. فبشكل عام الريتيل اللي هو البيع الى الافراد، هذا كله بتنتهي الوظائف اللي مربوطه فيه. صائدي السمك من الوظائف اللي بتنتهي، الفلاحين، عمال المصانع، الويترز المقدمين الطعام، المحاسبين، من بعد عمال البناء، حتى الممثلين لا بعد آخر باقي يقعد باقي. إنزين باختصار يعني إنزين المروجين إلى هذا النظام على أساس أنه نظام يعني ممتاز، هو جاي يعني ما اختلفنا في هاي النقطة، بس دائما لما نتكلم في مسألة الوظائف، وطبعا الناس اللي عاجبنهم هذا او المؤيدين الى هذا المستقبل العمل او فيوتشر اوف وركس، يقول لك هذا صدق بيلغي وظائف، بس بيخلق وظائف بديله، بيخلق وظائف حق مبرمجين، حق فنيين، بيخلق يعني قطاعات جديده من العمل، وهذا صحيح 100%، بس هذه القطاعات اللي بيخلقها مقابل انه يلغي 100 وظيفه، بيخلق وظيفه جديده بمؤهلات هذين المئة اللي خسروا وظائفهم ما يقدرون انهم يشتغلونها، ما يقدرون يحصلون هذه فرصة العمل نفسها، لأنها تحتاج مهارات مختلفة وجديدة. وانا اذكر ان انا انتديت مرة في مجموعة من المصرفيين اللي كانوا جايين يدرسون ده الموضوع، وقلت لهم انتون اليوم قاعدين تشتغلون حق بنوككم على أساس تأسسون هاي المواضيع اللي بتاخذ وظائفكم انتون، مو جيل اللي عقبكم، مو أولادكم، انتون نفسكم اللي بتاخذ وظائفكم. يعني انجي الحين هذه الحالة العامة اللي بتصير في كل مكان في العالم، بس مو بس عندنا في البحرين، ما بتحددها في بلد، ما بتقدر توقفها، في كل مكان بتصير. هذه بتؤدي إلى بطالة كبيرة جدا، وهي مو بطالة مؤقتة أن تفقد وظيفتك وتبحث عن وظيفة، لا، هذا إلغاء للوظائف أساسا، بتخلي تركيز عالي جدا إلى الأرباح عند رؤوس المال العالمية الكبيرة، يعني حتى رؤوس المال المحلية وحتى الإقليمية، هذين كلهم بينأكلون وبيطيرون في الموجة حالهم من حال العمال. طبعا بيكون في تدرج في خسارة الوظائف، يعني ما بيصير بين يوم وليلة بس باكر
بندنا وما في. من يجي الروبوت بدون يمشون 10 بيشوفون شلون يشتغل وبيشغلون شويه روبوت شويه يدوي، بعدين بيشيلون غيرهم وغيرهم، ففي بيكون في عمليه تدرج في مساله خساره الوظائف. يبقى السؤال الاساسي، اذا صارت كل هاي البطاله بعدين وموجوده كل هاي البضائع اللي الروبوت يقدر يصنع لك، بدل ما كان العمال يصنعون 100 وحدة في اليوم، هذا بيصنع لك 1000 في اليوم. السؤال، من بيكون عند القدرة إنه يشتريها؟ وهني بتتكون عندنا فقاعة كبيرة لابد إن هي يعني بتنبط في يوم من الأيام. هذا بعد الكونسبت اللي قاعد يصير ليه تأثير مو بس على الاقتصاد، أنا أتوقع بيكون ليه تأثير على السياسة وعلى النظم الحاكمة في كل مكان وعلى أشكال وطرق الحكم. وهذا الشيء اللي يمكن يعني النظم الحالية اللي موجودة اليوم في كل مكان في العالم ما قاعدة تلتفت ليه، إن هذا في تهديد وجودي ليهم هم نفسهم. يبقى إن هذا بيؤدي إلى يعني عدم استقرار سياسي كبير، ممكن تكون موجة عالمية كبيرة. يعني ما في أحد، مكمل بس آخر خاتمة، يعني ما في أحد يقدر يتوقع أو يقدر وش بصير بعد ما 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 تصير هذه الحالة من عدم الاستقرار. أقدر أقول إن لازم بيجي بديل في حزتها، ولازم الناس تكون جاهزة للبديل، ولازم تبدي تفكر فيه وتجهزه من الحين. وأقدر أقول إن الأفكار الجامدة مو هي اللي بتكون البديل، الأفكار المتجددة النابعة من حلول مبتكرة في حزتها اللي بتكون مبنية على الواقع اللي بتوصل له هي اللي بتقدر تنتصر وبتغير الحال. واحتمال ان كل هذا المخاض اللي بنروح فيه بعدين يودينا الى عالم افضل واحسن، بس ما في ضمان شلون بتم في حزتها في دي المرحله يعني شلون بتمشي شلون بتمشي الحياه. هل بنرجع الى يعني بنكون في مفترق طرق، يا بنرجع الى عالم يتقاتل على الأكل وعلى الأشياء وعلى أساسيات الوجود، أو عالم يقدر يتشارك كل الموارد اللي موجودة اللي تكفي الكل. شكرا. نشكر الأستاذ يحيى على هذه الورقة القيمة واللي أدخلتنا في عالم ثاني وأجواء. يعني الوقت الآن يداهمنا حقيقة، يعني ما بقل لحوالي 20 دقيقة، فبسجل أسامي. أقرأ سجل بعد أحمد، سجلت الأسامي الحين أساس بقرأها مرة واحدة. هي بسجل الدكتور هشام الراوي، محمد عبد الرحمن، عبد الجليل، عارف، قاسم، عبد علي، أحمد سنة. بعد في أسامي خلاص لأن ما في بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور هشام الراوي، شاكر للمنبر التقدمي على تنظيم هذه الأمسية وعلى المحاضرين. حقيقة ولدي نقطتان وددت الحديث عنهما. الأولى هي يعني ما الذي سيأخذه الحاسوب وما الذي سيبقى للبشر؟ هذه نقطة جدا أساسية بدأت منذ زمن، حقيقة هي ليست قسم منها يعني موجود لدينا الآن وقسم منها يعني منذ زمن موجود. النقطة الأساسية هي كل عمل روتيني ليس فيه إبداع وذكاء سينتهي. ما سيبقى للإنسان
هو الإبداع والذكاء، وهنا حقيقة النقطة الأساسية. الدول التي يعني عرفت هذا السر قامت بتهيئة نفسها للمنافسة. المطلوب تعليم راقي جدا قادر على المنافسة. للأسف يعني كثير من الدول في العربية لا تزال بعيدة جدا عن هذا. ومن النجاحات التي يجب أن تذكر حقيقة الهند. النقطة الثانية يعني مشكلة الحكومات حاليا لا تزال غارقة بأسلوب العمل التقليدي القديم. هناك قبل فترة حدثت مشكلة في الأردن، تجار وسط البلد يعني صاروا يصرخون أن لا ليس لديهم شيء يبيعونه لأن بسبب التجارة الإلكترونية. يمكننا أن نرى اليوم أي زيارة لأي مكتب بريد أو إلى أي مكتب إيصال DHL أو غيره، تجد الكم الكبير من المنتجات الصغيرة والكبيرة التي تدخل البلد يشتريها الإنسان من الخارج ولا يشتريها من السوق. السوق انتهى. النقطة المشكلة الأساسية هي في الجهات المسؤولة عن العمل، وزارات العمل. كيف تتصرف مثلا وزارة العمل في البحرين في موضوع العمل؟ ببساطة الاتصال بأرباب العمل، لدينا كذا CV أو معارض العمل. هذه يعني يجب أن أفكر بالمستقبل، كيف أبحث عن وسائل عمل جديدة. الآن في البحرين هناك شركات متعاقدة مع عاملين ليس لهم وجود في البحرين. شكرا جزيلا. شكرا شكرا الأخ الرئيس. طبعا أنا بدوري أشكر أمانة الدكتور منذر والأستاذ يحيى. يعني الرسالة اللي أتت من الورقتين القيمتين، يجب الآن أن يكون هناك استشراف المستقبل لداخل هذا المجتمع، لأن ما يجري الآن في منظمة العمل الدولية لمستقبل العمل واللي تفضل بالأخ يحيى، هذه يجب وضع صمامات الأمان لكي ننهض بالمجتمع وأن يتقدم إلى الأمام. الرسالة كانت واضحة من منظمة العمل الدولية في مستقبل العمل، مثل ما تفضل الدكتور، يجب الاستثمار في الإنسان. عندما يتم الاستثمار في الإنسان يستطيع المجتمع على أن يواكب ما يجري في متغيرات العالم في المهنة بالذات، وهذا تواجد من سنوات طويلة في اليابان وسنغافورة على الأقل كبعدين موجودين. ولكن اللي بينه الدكتور الحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ضرورة أساسية ومرتكز أساسي للتقلب على هذه الصعاب لداخل المجتمع. والمسؤول الأول في الأطراف بالحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال الجانب الحكومي، وللأسف الشديد الجانب الحكومي ما زال متأخر لما يجري من تطور في منظمة العمل الدولية، وما يجري أيضا من تطور لعالم العمل في داخل في الوضع العالمي. هناك أكثر من 180 اتفاقية، حكومة البحرين ما صدقت إلا على 9 اتفاقيات. تفضل الدكتور وبين إعلان فيلادلفيا، هاي دق ناقوس الخطر عندما يقول العمل ليس سلعة. في البحرين أصبح العمل سلعة عندما أوجد قانون عمل يجيز فصل العامل، معناته عدم وجود أمان وظيفي وعدم وجود عقد عمل دائم أيضا في العقود المحددة. إذن هناك إشكالية كبيرة في البعد التشريعي. البعد التشريعي وبيناه كثيرا وسابقا في قانون العمل مفرق من الحماية الاجتماعية ومن البعد الاجتماعي. منظمة العمل الدولية نصت بالاتفاق الأطراف الثلاثة كحكومات على حماية البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية داخل المجتمع. الآن هذه الأمور ما عادت موجودة في الداخل. إذن يجب على الجانب الحكومي هو المسؤول الأول الآن لما يجري في داخل هذا البلد، وما يجري أيضا من غياب بعض الوظائف. مسؤولية التعليم والتدريب، أتى الجانب في فترة بسيطة أعطى الإصلاحات الثلاثة وكلكم تتذكرونها، إصلاح التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل وإصلاح الاقتصادي. نحن بالعكس تراجعنا في الإصلاح الاقتصادي، الآن صار اقتصاد عقاري وتركنا الاقتصاد المنتج والاقتصاديات الأخرى اللي تنبع المسائل هذه. أنا لن أطيل في الجانب لأنه ممكن، بس أنا على الأقل رسالة أولية،
إذا لا يكون هناك الحوار الاجتماعي المربوط بالعقد الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وهذا ما عملت عليه في تونس بين أطراف الإنتاج، حكومة وأصحاب عمل وعمال أبرموا عقد اجتماعي من أجل مواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل، وأيضا الوجود التشريع، التشريع أصبح ضرورة حتمية من أجل وجود أطراف الإنتاج للنهوض بهذه ومواكبة هذا الاستشراف لمستقبل العمل. شكرا. شكرا للمحاضرين، يعني الواقع كل واحد قدم من جانب وكان ممتع جدا. عندي ملاحظتين على السريع. الملاحظة الأولى بالنسبة ل حقيقة وجود الاتحادات النقابات والنقابات نفسها، صحيح ذا الخطر موجود، وهذا أيضا نتيجة تطور موضوعي من جهة وتحديات اللي تصير بالتشريعات، إنما خاصة في بلدان العالم الثالث يبقى الدور النوعي للنقابات أهم من العدد حقها. تجربتين عندنا ماثلتين، تونس وكيف لعب الاتحاد التونسي للشغل دور رئيسي في انتقال آمن للوضع من حالة ما قبل يعني النظام السابق إلى الجديد بقيادة عمليا الاتحاد التونسي للشغل، قاد ليس الحركة العمالية فقط بل والمجتمع بأكمله. الآن في لبنان نلاحظ أيضا كيف تلعب يعني النقابات دور جوهري أكثر حتى من الأحزاب السياسية، فالتركيز يجي على الجانب النوعي في عمل النقابات، هذا مهم جدا. بس الخطر الأكبر اللي يواجه الحركة العمالية وخلنا نقولها صريحة هو بروز الأرستقراطية العمالية الآن، هذا في بلدان كثيرة يهدد، ربما عندنا أيضا يجب أن ننتبه له. يعني حتى في ظروف منظمة العمل الدولية لما يروح بالخارج الثلاث أطراف تمثيل بالحساب مش لصالح الجانب العمالي، لأن أرباب العمل أرباب عمل، الدولة مهما يكون ليست حيادية، يعني مو الدولة كدولة، أجهزة الدولة، أجهزة الدولة هي أداة بيد الطبقات المسيطرة في النهاية. يبقى إذن الحذار الحذار من هيمنة الارستقراطية العمالية اللي تشجع الآن بقوة وتصرف أموال كثيرة هذا الخطر الكبير لهذا. بالنسبة للرفيق يحيى، طبعا كل اللي قلته يأكد حقيقة واحدة معروفة من زمان هي التطور الطبيعي للأمور، اللي احنا ما نقدر نوقف ضده، وبالعكس انت لازم تشجع، هذا هو منح التاريخ، التطور التاريخي هكذا يصير والتقدم العلمي. تجربة الناس فزعت في بريطانيا نفسها اللي تفضل الدكتور مندر تكلم عنها كبلد الثورة الصناعية، الحركة الشارتية فزعت أمام الدخول الآلات بدل وصار كأن نهاية العالم، أن خلاص البشر ما بيصير لهم مكان، حتى هذا هي ليست نهاية العالم، يرجع لطبيعة الأنظمة. شوي فاضل بس عطني بكمل الفكرة. التحدي هنا وين؟ أنا أقول طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي. البلد الاقتحامي في مجال الاي او تي وفي مجال الجي 5 من هو الصين، زين؟ والصين الآن مسألة البطالة قاعدة تخف ما تزيد. نحن بالنسبة للمستقبل هم يعرفون أن هذا التطور العلمي يؤثر على اقتصاد الخدمات أكثر شيء، بينما الاقتصاد الطبيعي هو الذي يجب العودة إليه، وتجري توظيفات هائلة جدا الآن في مجال الزراعة، في مجال الأعمال من داخل المنزل، المصانع تحول أعمال حتى لربات البيوت في البيت، وهذه التجربة في اليابان سبقت حتى كانت الصين فيها. فكيف النظام بطبيعته الاجتماعية الاقتصادية يقارب هذه المسألة، ولا هو كتطور موضوعي ما نقدر إلا نرحب فيه ونشجعه. شكرا. عارف تفضل، ما عندي وقت كلش يعني خلاص الوقت. مساء الخير عليكم، أولا نشكركم سعادة الدكتور والأستاذ يحيى. سعادة الدكتور، بالنسبة عن موضوع اللي هو ما رأيكم في منظمة العمل الدولية
في طور يعني تطور التكنولوجيا، هل سوف تستمر هاي المنظمة أو ستتلاشى نهائيا بالنسبة هاي؟ وبالنسبة للأستاذ يحيى الله يطول عمرك، هناك أيضا من ضمن التكنولوجيا اللي هو علم الافتراضي اللي هو كوميونيكيشن أو اتصال الغير مرئي كما نشاهد في الأفلام، هاي أيضا سوف يحل علينا مستقبلا، ما في داعي للاتصالات هذه الردي بالسمونة المرئي أو غير مرئي، يعني تقدر تجاوب بها. وأيضا ماذا سوف يكون مستقبل بالنسبة للفلوس النقد، يعني هل سوف تختفي أيضا، يعني شلون راح يكون عملية، وما مصير الفقراء المساكين في عالم التكنولوجيا؟ شكرا. أنا أشكر المحاضرين يحيى والدكتور مندر. أنا بالنسبة لمعظم اللي بتكلم أتكلم الرفيق جليل، بس أنوه إلى بالنسبة للرفيق يحيى أن لما حين ما قلت أنت يعني عن بالنسبة عن يختفي كذا ويختفي كذا ويختفي كذا، ها كل هذه تاخذوا في المجتمع الرأسمالي بس فقط، يعني يكون ما لها حيلة بعدين، يعني ما لها يعني عمل، يعني يصير عبارة كأنه فراكتشر في العمل الاقتصادي، يعني بينما هو لا. في ليش نركز نقول ضرورة الاقتصاد يكون مبرمج؟ إذا يكون مبرمج الاقتصاد، إذا يكون مبرمج هو اللي ما يخرب هذا الشيء أبدا ولا يعيق هذا الشيء، لأن حتى لو تلاحظ الروبوت من اللي بيسويه؟ في ناس بتسويه، هذه الناس اللي بتسوي بتشتغل على الروبوت، على البراغي، على هذا كله، هذا بعد عمل، هذا الى انجاز يعني. شكرا. انا اتصور يعني ان الليلس لمعنى الى ندوه جدا رائعة يعني، بس مع الأسف ما عطيناها اسمها الحقيقي، يعني هو الاسم الصراع الطبقي، يعني التكنولوجيا حين بتفنش كذا عامل، كذا فلاح، كذا سائق، كذا مزارع، كذا كذا كذا، هاي معروفة يعني. حتى يوم الثورة الصناعية قامت في ناس خسروا في ناس ربحوا، اللي استمر شنو؟ اللي استمر انه الصراع الطبقي، انه في طبقات بتملك بس ما تفضلتون أرباح هائلة، في طبقات ما بتملك، فهنا شنو بيصير؟ هذا ما بيروحوا بيقعدوا في القهاوي، بيروحوا في الساحات، حتى لو حي مثلا ما في نقابات ضعيفة في كل العالم، حتى في أوروبا في أمريكا اللي يطلعون العاطلين في فرنسا في أمريكا مثلا، حتى في لبنان، حتى في العراق، كله في الساحات قاعدين يطلعون، فحتى الطبقة المحرومة هذه يعني ما بتطالع انه والله نقابات في ضعيفة ولا قوية، بتطالع انه تبغى تاكل، بس ما احنا حنشوف التلفزيون اللبنانيين شلون يتكلمون، العراقيين شلون يتكلمون، الفرنسيين شلون كانوا يتكلمون، الامريكان شلون كانوا يتكلمون في الساحات. فيعني انا اتمنى ان كامل الاخوان ان يركزون على المصطلح العلمي، المصطلح هذا ما يعني نقوله على استحياء، بس ما قال رفيق يحيى انه يقول بتصير حاله عدم استقرار، لا، هو صراع طبقي مستمر. الحين مثلا العولمه مسيطره، ان القطب الثاني كان انهزم مثلا الاتحاد السوفيتي والمنظومه الاشتراكيه، هاي ما يعني ان يعني ان الافكار الاجتماعيه بتنتهي، بتطلع ناس بتتبنى هاي الافكار، يعني الصراع بيستمر هذا الشيء. فانا اعطيه يعني نوع من التخفيف، والله عدم استقرار ما ادري الامور هذه، هو صراع طبقي مستمر. شكرا. Thank you.
مشكورين على الندوة، أتمنى لكم الخير. بس باختصار الكلام اللي أنا سمعته يعني واللي الكل يتكلم، ترى النقابات بروحها مو مترابطة بعضها بعض، وذي الشيء لو طرح بالنسبة حق الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه وعلى العمال البحرينية عايشين فيه، رايح يصير عفسة. النقابات مو مترابطة بعضها بعض، فشلون الأشياء اللي بتصير بتنطرح وأشياء جديدة من البطالة إلى 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 التوظيف. بس وأشكركم إن أنت وقلت الكلام وأنا سمعته، وأنا ما بطول بس يكفي. مشكورين. شكرا جزيلا لكل اللي تدخلوا واللي يبدوا رأهم، كلها آراء جيدة. أنا قبل لا أبدأ بالكلام مالي بعطي اللي هو الأخ فاضل، اللي هو مثل ما قلت لكم الأعلان المئوي مستقبل العمل، على أساس أنه هو يستخسخ منه ولا يريد لنا، وتأخذون منه إذا تريدون، لأن هذا اللي هو أقر مؤتمر العمل الدولي الأخير، وعشرين 10 سبتمبر أقرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة. زين، كثير من اللي اتدخلوا كان statement، يعني أبدأ رأي الدكتور هشام محمد عبد الرحمن statement، وأنا أتفق وياكم، ما قلت يعني أتفق وياكم تماما، يعني ما لا خلاف، فما عندي تعليق على هذا لأن كلامكم صحيح وسليم صايب. يجي للأخ عبد الجليل النعيمي، تكلم عن الدور النوعي. اسمعني والله، تكلم عن الدور النوعي للنقابة، بعد هذا أنا أتفق وياك. بس المشكلة هو صحيح، مشكلة قد تكون نقابة صغيرة لكن على دور كبير، قد تكون نقابة كبيرة لكن لا دور أصلا. بس إن المشكلة اللي صاير في الوضع الحالي، صار العمال الجدد خصوص من فئة الشباب صاروا ينفرون من العمل النقابي على مستوى العالم، وفهم العمل النقابي خصوص انهم مكبلين بضغوطات كثيرة، منها انه يعني يشعرون لا امن وظيفي اليهم دام انه هو عامل مؤقت وبيمشي وبيترك، أو وظيفة يوم من الأيام بتلغى، يقول لك أنا خرجت العمل النقابي أدافع عن مصالح مهنية ودافع عن حقوق عمالية، وأنا مو دائم في هذا الشيء. يعني هي هذه المشكلة. والله هو بالنسبة للدور النوعي للنقابة صحيح، عجبني النقابة الصغيرة لكن إليها دور نوعي كبير ومؤثر، سواء كان في موقع الأمل في المنشأة أو على مستوى الوطن أو حتى خارج بعد الوطن. الاتحاد التونسي للشغل اللي تفضلت به، أنا يعني عندي ارتباط وثيق بمحمد عبد الرحمن، عنده فاروق، عنده معروف عنه كل اللي عملوا في مجال العمل والنقابات، يعرفون أنه هو هذا تاج العمل النقابي العربي. هذا ما حصل جائزة نوبل هذا اللي فاضي، وتعرفون دورك في التحولات السياسية اللي صارت في تونس. أعرف شلون هذا يعني هو خرج نقابيين من بامتياز، عارف شلون؟ الاتحاد التونسي هو الذي يجب ان يكون عليه العمل النقابي الفعلي والاتحاد النقابي الحقيقي، هو هذا. يعني ما في على امتداد العالم العربي اتحاد بهذه الفعاليه وبهذا النشاط قد ما هو الاتحاد التونسي للشغل. هذا نابع شنو؟ من استقلالية قراره واستقلالية مواقفه. معروف أن هذا الاتحاد مستقل تماما وواجه تحديات كثيرة في الماضي، اليوم قاعد يأثر حتى على التغييرات السياسية اللي قاعدة في تونس. أعرف شو؟ فأنا أتفق أنه هو الدور النوعي مثل هذا اللي يلعب الاتحاد التونسي هو ما يجب أن يكون عليك الاتحاد. عارف سأل سؤال، هل ستستمر أو تتلاشى؟ لا، ما تتلاشى هذا أصلا. وكالة متخصصة إليه دور اجتماعي وتنموي، وله دور
تثقيفي لها أدوار. هذه هي قاعدة الحين تبحث على أساس اللي هو إعادة مهامها وتفويضها على أساس تتكيف مع تحديات المئوية الثانية. ختمت المئوية الأولى كان إنجازات كلش كبيرة، يعني مثل ما أصدرت وأصدرت 189 اتفاقية مع الانتهاء هذه مع اتفاقية الأول العمال المنزليين، وهالسنة بعد في يونيو اتفاقية جديدة رقم 190 اللي هي اتفاقية التحرش الجنسي. يعني توقعية لأن الحين قامت تدخل مواضيع كلش سريعة، تنظم القطاع غير المنظم، العمالة المنزلية، التحرش الجنسي في مواقع الكمال. كل هذه لها ضرورة مجتمعية على كل المجتمعات في العالم أن هذه المنظمة أن تبقى وأن تؤدي دورها ودور أكبر بعد. ما أنت تلاشى بس هي قاعدة على أساس أن هي ما هو الدور المنوط بها المطلوب في المئوية الجديدة، طالما أنها تتطور وما أنها تتكيف مع التطورات هذه صح تبقى وراح تستمر مثل ما أثبتت كفاءتها عبر 100 سنة في القرن الماضي. عليها أن تثبت كفاءتها أن هي فاعلة ومؤثرة. أنا قلت في بداية المحاضرة أن هي المنظمة الأكثر تأثيرا في حياة الناس، من ما عنده إجازة مرضية، من عنده أصابة، من عنده تأمينات اجتماعية، من عنده تدريب وتأهيل، من عنده يعني أشكال كثيرة من الأعمال حياتنا إحنا اللي نقوم بها في عملنا وفي هذا مرتبطة بقرارات وتوصيات ومعايير سنتها منظمة العمل الدولية. قال مسألة المخالفات، ما المخالفات هذا جاي من الدول، أعرف شو أنا ما جاي من المنظمة، المنظمة معاييرها لا غبار عليها، أعرف شو. فهي عليها أن تكيف نفسها للأوضاع الجديدة الناشئة وعلى مدى، وأنا قلت أن مستقبل العمل راح يكون هو التحدي الأكبر في المئوية الجاية أكيد. بالنسبة إلى الأخوان قاسم وعبد علي، صحيح نفس الشيء، أنا أتفق إياكم الستيتسمن ماكم هذا صحيح كل إيه يعني. ويبقى أبو بدر النقابات غير مترابطة، هذا ما له علاقة بال مترابط، هذا موجود كل واحد غير مترابط. وشوف الاتحادات عزم تشكل الرابط الجامع اللي هو إلى النقابات، كل نقابات محتاجة إلى مظلة نقابية إنه هو تجبع على أساس التقسيم. قد يكون النقابات داخل النقابة الواحدة فيها تصدعات، وداخل ما بين الاتحاد مثلا قد يكون في تصدعات، وشفنا قبل فترة في نقابات انسحبت عارف شلون ما مقتنعة بالتحد عارف شو. هذا يحدث واجد، وينشق أحيانا النقابة وتصير نقابتين عارف شو. هذا اختلاف في الرؤى، اختلاف في المواقف، إذا كان اختلاف رأي، ما إذا كانت اختلاف على أساس شخصية وأنا عندي حساس شخصية من النقاب الفلاني أو من القائد الفلاني. أنا الوحدة أبو بدر دائما الوحدة أعرف شون؟ إيه وكلنا الوحدة يعني أعرف شون. حتى في الاتحادات النقابية اللي في أوروبا لهم هذا الشيء، ما يعني مو شيء جديد. في محمد بن رحمن بس تكلم عن شيء مهم أنا برد يسمونه عن البعد الاجتماعي. ترى أنا كنت محضر أن أتكلم شوية عن اللي هو العولمة، هذا آخر نقطة عن العولمة، يعني عولمة متوحشة، عولمة متوحشة كسر عظم. هذا العولمة يعني شركات متعددة الجنسية أخطبوطية هائلة اكتسحت مجتمعات اقتصاديات كثيرة قاعدة تسيطر على الأسواق قاعدة تدخل. وإن كان إن هالشيء الحين قاعد يصير، وأنا هذه الملاحظة أبديتها في هذه الندوة اللي حضرتها في جنيف قبل أسبوعين، إن هناك تصدعات في العولمة نفسها، والتصدعات جاية من رجل أعمال
قاعد يشكل فيه. أولاً الحماية قاعدة تنهار، والحواجز الجمركية قاعدة تعود وقاعدة تفرض، والضرائب والحواجز هذه كلها العولمة، يعني إجراءات مناوئة للعولمة، ضد العولمة، ضد مبادئ العولمة. العولمة شنو؟ تدفق وانسيابية كامل للأموال والبضائع والسلع والخدمات بدون حواجز وبدون قيود وبدون حماية. الحين اللي قاعد يصير الحروب التجارية اللي تسمعونها اللي قائمة على مستوى العالم، تصدعات في جسم العولمة. العولمة بدأت أنها متوحشة، قاعدة شركات تلتهم اقتصاديات الدول وتلتهم شركات. فشكلت منظمة العمل الدولية سنة 2008-2009، ذكرنا محمد عبد الرحمن وفاروق إذا كان تذكرون السنة، شكلوا اللي هو لجنة شكلوا لجنة برئاسة ماري روبنسون اللي هي رئيسة إيرلندا سابقا وصارت بعدين رئيسة مجلس حقوق الإنسان، يبحثون في شو البعد الاجتماعي والإنساني للعولمة. ما يريدون عولمة مثل مثلا أرباح ومكاسب، وهذا يجب أن تراعي الإنسان وتراعي المجتمع وفئات الاجتماعية اللي محتاجة. العولمة هذه يعني معناتها أنه فأصدرت تقريرها بعد سنة من النقاشات، مو هي بس، هي لجنة كبيرة، البعد الاجتماعي والإنساني للعولمة إلى حد كبير مقبول. الطروحات والرؤى اللي طلعتها والحلول هذه على أساس تخفف من الوطأة اللي هو وتزمت العولمة لأنها متوحشة. فأعتقد الكلام اللي قاله محمد عبد الرحمن البعد الاجتماعي والإنسان صحيح. تفضل. بختصر لك الوقت فاضل. يعني أنا بعد ما أختلف يعني مع المداخلات، بالعكس أتفق إياها. يعني عندي كم من تعليق بس، يعني بالذات عارف سأل عن المستقبل النقدي، يعني أكيد بيكون في تغيير وجرد التغيير من طلعت عملة البيتكوين. الحين الفيسبوك مسوين عملة، في بنوك عالمية بعد قاعدة تطلع عملات بنفس الطريقة لأن يشوفون في انجذاب للاستثمار فيها، بس وراها جهات، وهذا هو نفسه تضارب أصلا في فكرة أن العملة دي تكون لا مركزية وما في أحد يسيطر عليها. الحين بنوك قاعدة تطلعها وقاعدة تشجع على الاستثمار فيها، بس هذا موضوع جدا كبير وواسع، يعني أخذ له ندوة بروحة. يعني بس تعليقا على عبد علي، يعني صح ان هذه الامور الناس بتطلع، بس الفارق اللي راح تعمله النقابات القويه بدل النقابات الضعيفه هي اللي تنقلك من مساله انتفاضه او ثوره او اي احتجاج او الى اخر الى موقع متقدم وبر امان، يعني يكافئ اللي انت تحتاجه او يوصل الناس للي هي تبيه. هي النقابات القوية اللي هي تقدر تروح تتفاوض. انت اليوم لو الشارع يطلع كله زين، من هو اللي بيروح يتفاوض عنك ومن هو بيقرر وش الأحسن بدون وجود جسم نقابي سليم وقوي؟ وهذا ما بتحقق النجاح. بس شكرا. في الختام الشكر موصول إلى المحاضر الدكتور مندر الخور، والشكر موصول للأستاذ يحيى المخرق، والشكر لكم على حضوركم وجلوسكم لآخر الوقت. شكرا، نلتقي بكم في الأسبوع القادم. شكرا.